ايش اليوم جاي تعمل عند الوكالة؟ والله سمعنا من الساعة 5 الصبح انه في توزيع طحين، فكرنا اكياس رحنا لقينا 5 كيلو، لكن الحمد لله كويسين. اليوم 5 كيلو حقهم 200 شيكل في شمال غزة. قديش لك ربنا يفرجها. قديش لك ما اكلتش طحين ابيض؟ تقريبا الى 40 يوم. طحين ابيض ما دقتوش بالمرة. ايش شعورك وانت مسلم؟ الحمد لله انا والله رحت اجيب عشان رزقة اولادي هذه. بس عشان انه هذا الاولاد الصغار عنده 4 اطفال. والله كنا بالعود لأن بيت ولا لنا حاجة، هينا في الخيام سكين. ربنا يفرجها علينا وعلى جميع الشعب الفلسطيني يا رب. محمد مفتاح، جيت اخذ على هوية انا وجارتي وما صحلناش اشي ولا سفة حبة طحين عند اهلي واشي كان ب70 شيكل و50 شيكل الكيلو طحين وما فيش سفينا من الطبول. طب ما انا منش جاي. طب الطريقة هاي شايفاها سليمة افضل من الطريقة اللي على الكويت؟ لا هو كل واحد بحارته المفروض الطريقة. لقيت الناس كانت تروح تخضر بحالها على مفترق الكويتي والجيش يكتلهم. ما يروحوش غادي، هي هيك الطريق كويس، بس بعد ما يسلموا للأنوروا، هي الصادقة والأمينة الأنوروا تسلم بكل واحد بمنطقته، مثلا حي الرمال لحال، حي الدرج لحال، حي الصبر لحال، ما يدوش كله الجبال يتيجهان وال تل الهوا كله مع بعض، بزبطش هذا، ناس بتاخذ حق ناس. اما هيك كثير كثير حي الرمال ما خدوش بتاتا، حتى البروشتات ما نزلوش على حي الرمال ولا واحد.